بالنسبة للعواصف الترابية، يعني حسب التوقع لها أنه هي تستمر الأيام القادمة إلى بداية الشهر السادس، يبدي يأثر علينا المنخفض الحراري الموسمي، فيكون مصدر الرياح يختلف عن اللي ديثنا هسه هالأيام هذه. مصدر الرياح هسه هالأيام اللي يؤدي إلى حدوث هذه العواصف الغبارية هو يأتي من دولة سوريا والمنطقة الشمالية الغربية من البلاد. هذه المنطقة تربة هشة وتمر عليها رياح عالية، سرعة عالية، والتبادل الحراري تؤدي إلى ارتفاع هذه الموجات الغبارية إلى ونزولها إلى المنطقة الشمال الوسطى والجنوبية، وكذلك تأثرت على المنطقة الشمالية. بعد الشهر السادس متوقع أنه يتأثر البلد بالمنخفض الحراري الموسمي، فيكون مصدر الرياح يتغير من المنطقة الشمالية الغربية إلى المنطقة الشمالية الشرقية. هذه المنطقة تكون جبلية صخرية، فلا يوجد فيها تربة هشة. صحيح راح تحدث بعض العواصف، بعض الغبار العالق، لكن ليس بشدة العواصف الترابية اللي صارت بالأيام السابقة. نعم أستاذ هزبر، نجدد الترحيب بك معنا ثانية في الحصاد. يعني هناك تحذيرات عديدة صدرت من صحف ومجلات عالمية يعني يعتد بها، مثل مجلة إيكونومست وصحيفة ميدل إيست آي، يعني أشارت وحذرت بازدياد حدة العواصف في العراق في الأيام المقبلة، سيؤدي إلى انهيار بيئي، انعدام الأمن المائي والغذائي، ما سيقود أيضا أو يؤدي إلى، ينعكس ذلك سلبا على الأمن القومي الهش في العراق. يعني كيف يمكن التعاطي مع هذه التحذيرات؟ والله هي تحذيرات يعني تكون، يعني هو احنا كان اكو اتفاقيات دولية من سنة 2015، اتفاق باريس اللي هو حظر قمة المناخ في دول العالم كلها في سنة 2015، كان اكو بيه توصيات للدول الصناعية. هي احنا سبب هذه التبدل في المناخ بشكل عام بالعالم كله، دي يأثر على العالم كله، هو سبب الاحتباس الحراري، زيادة الغازات الدفيئة اللي دا تنطلق على الغلاف الجوي، دا تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وحدوث هذه الحالات الجوية المختلفة. يعني مو بس الغبار، احنا اكو دول دا يصير بها حرائق، دول يصير بها فيضانات، ارتفاع مستوى سطح البحر، اكو دول مهددة بأن تغرق. فالمفروض هي احنا شنو اللي نسوي؟ لازم احنا نفعل هذه الاتفاقيات، ان نجد نشتغل بها صحيح، لان لحد الان ماكو عمل صحيح. مجرد انه الدول المصنعه قللت، دا تحاول تقلل من الغازات الدفيئه، الغازات اللي تطلقها بالغلاف الجوي، ومفروض هي الدول هم تعوض الدول اللي دا تتضرر من ضمنها العراق، تعوض هذه الدول وتساعدها بالامور العلميه على مود تتجاوز هذه المشاكل. لكن اللي دا نشوفه احنا ماكو اي تعاون او ماكو اي دفع او دعم للأمور.